استكمالاً لمسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية، وجه الحكومة باتخاذ الإصلاحات التشريعية والقانونية لتتضمن الآتي: تحديد إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل وتحفيز التميز الحكومي والمؤسسي في هذا المجال. 2، دعم المرأة من أجل التحقيها بوظائف المستقبل من خلال رفع الوعي لدى الإناث بأهمية ومزايا اتخاذ مسارات مهنية في المجالات الهندسية والعلمية والتكنولوجية التطبيقية، وتهيئة فرص التعلم والتدريب حول هذه المجالات للفتيات في المراحل الدراسية المختلفة. 3، مواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل. 4، الحماية من الإزاء البدني في نطاق الأسرة صوناً لكرامة المرأة ومكانتها. طيب، يعني اليوم ده يوم بصراحة حافل، وبعدين سيداتنا الفضليات تم تكريمهم النهاردة، فاحنا نقول بقى نحاول احنا اللي ناخد من الحب جانب ونستضيفهم ويقول لهم نورتونا. 2 من الرموز للأمهات المثاليات، الأمهات المثاليات اللي موجودين معانا النهاردة: الحاجة صفاء منورانا، ازاي الصح؟ الحمد لله. والحاجة سميرة منورانا، ازاي الصح؟ كله حلو؟ حلو خالص يا رب. الحمد لله. الحمد لله. ايه حكاية التكريم بتاع النهارده ده؟ عرفتي امتى حاجة صفاء؟ بالنسبة للنهارده بقى من بداية ما بلغوني. من ساعة ما بلغوكي؟ من يوم الأربعاء اللي فات. يوم الأربعاء. كلموكي أقول لك إيه؟ اتصلت بيا الأستاذة هدى فبلغتني إن أنا فزت على مستوى محافظة الأقصر. وبعدين بقى؟ بص، جاني ذهول. ما كانش في دماغك القصه اصلا؟ لا بصراحه. ولا متوقعه؟ لا. ماشي. وقالوا لك انه هتبقي موجوده في حفله وبحضور الرئيس وكده؟ وجهزت نفسك للسفر وكده. حلو. جهزنا. رحنا بقى الحفله النهارده. فوجئتي لقيت انه فعلا الرئيس موجود وبتقابل الرئيس. كان احساسك عامل ازاي؟ احساس ما يوصفش، مش يتوصف، احساس جميل. انا هرجع لك تاني عشان عايزك تحكي لي حدوته، انا احب الحواديت اصلي قد عيني. ارجع بقى للحاجه سميره، والنهارده تكريم والريس بس ايدك يا حاجه سمير. دي شرف كبير جدا، يعني شرف انا ما اعرفش اوصفه بوصف يعني، ولا اقدره بحاجه يعني. الريس فخامته يعني ازاي انا اوصل لده؟ فانا فخوره بيه جدا، فخوره بيه جدا وفرحانه اللي انا وصلت لسياده الريس. وكمان حته بس ايدي دي، يا سلام، دي شرف كبير عظيم جدا، ما يعني حاجه حلوه خالص، بهرتني كده يعني. انبسطتي بقى؟ انبسطت وبس، للريس. طب قولوا لي، جايين معاكم بقى ولادكم النهارده معانا واحنا هنا في البرنامج، ولا جيتوا لوحدكم؟ لا، جايبين بنتك. نفسهم نفسهم يطلعوا. وبنتك؟ بنتي وحفيدتي الصغيره. موجودين؟ موجودين. جهزوا لي الاولاد. لو كمان انا عايز الاولاد يخشوا. كمان جوز بنتي، يا ريت. موجود؟ جوز بنتك؟ تحبيه؟ احبه قوي. جوز بنتي الكبيره، مش جوز بنتي دي. موجود؟ موجودة، ومن دم جبنا وتعبنا ومسافر معانا، وقاعد عندي ناس يعني استنانا من الفندق وكده هوات. لا عارفه سقع ولا عمل ولا ايه، فنكرموه بطلوعه معانا. انا عايز الاسر يخشوا معايا على الهواء بعد اذنكم لو سمحتوا. زملائي في الاعداد والاخراج بلغوهم ان هم يخشوا كده، ولا احم ولا دستور، البيت بيتهم. بارك الله فيك. على ما ندخل بقى ولادنا وبناتنا اللي هم في الحاله دي اخواتي انا يعني، على ما يخشوا بقى اخواتي دول، عايز برضو كده ادردش حبه مع الحاجه صفاء والحاجه سميره على ما نجهز اخواتنا الافاضل. احكي لي على تربيه العيال. المشوار صعب طبعا. لا صعب قوي، مشوار طويل. شلتي حمل جامد؟ الحمد لله. الحمد لله. العيال مفرحينك؟ جدا. بجد؟ بجد. حد مزعلك؟ لا، مش بيزعلوني. لا مش بيزعلوني على فكره. ما حدش يزعلك ابدا؟ لا لا، بيزعلوني خالص على فكره. وانت في اول المشوار يا حاجه صفاء، كنت متصوره انك هتعرفي تخلصيه على خير باذن الله وتوصليهم لبر الامان و100 فل؟ كان عندي اصرار ان انا لازم اوصلهم. وجبوا حاجه،
كانت وصيه المرحومه ابوهم اهم حاجه يتعلموا. لازم اصريتي على كده. بنتي بعد ما اخذت الليسانس قالت لي عايزه ماجستير يا ماما. لحاضر يا ماما. الله اكبر. بس وقفنا عند الدكتوره. وماله، ما احنا هنكمل الدكتوراه. هنكمل ان شاء الله. ان شاء الله بنهزر بعد المشوار ده كله. ما نكمل كمل. وفاطمه بعد ما اخذت بكالوريوس العلوم كانت امتياز مع مرتبه الشرف 4 سنين الحمد لله. الله اكبر. والثانيه على دفعتها. الله اكبر. اخذت دبلومه تربويه. حلو. جت عشان لو ما كانش اشتغل مدرسه. في التدريس. وفعلا اشتغلت مدرسه. بالتدريس فعلا. تكمل برضه تعمل ماجستير ودكتوراه. ان شاء الله. ايوه. وساعتها ممكن ترجع الجامعه تاني. باذن الله. ان شاء الله. لازم. ربنا يوفق باذن الله. احكي لي يا حاجه سميه، مشوارك كان عامل ازاي؟ الحمد لله، يعني انا طلعت على اتعلم انا الاول. ف وانا قبل ما اتجوز. ايوه. فكنت بثانوي عام طبعا انا. القسم العلمي. حلو. وكانت الأساتذة تعدنا يعني، وفعلا دفعتي أنا أطباء مهندسين، أقل حاجة كانت المدرس. فكان الظروف كده صعبة قاسية، عين أخويا فقدها، فطبعا خيم الزعل في الحزن في البيت. فقعدت 9 سنوات ما فيش مذاكرة ولا فيش ولا اي حاجه. فمتحت الفرصه اشتغلت مشرفه حضانه ب 15 جنيه. بس كان ايامها يعني صرفت على نفسي ودخلت القسم الادبي، غيرت قسم الادبي علشان المصروفات. ايوه. اثناء كل ده اتجوزت، فطبعا جوزي كان برضه مريض نفساني، لكن ما حرمناش من حاجه ابدا. وكان يقول لي يعني العيال. انا ما انجبتش على طول يعني، بس بعد ما جبتهم لو ما فيش، وانا احبهم خالص وهو يحبهم خالص، كنا عايشين في الحته دي ما نقصناش غير مرضه ده اللي يزعله من وقت لاخر. فالبت الاولانيه ان شاء الله ما كنت شد دروس خالص. كملي معاك. كنت شد دروس خالص. انا بستغرب على اللي بيدوا دروس الايام دي. كنت وصلتهم للثانوي من غير ما ياخدوا دروس. بس خدوا في العد المواد العلميه، انني بعض حاجات نسيتها يعني. في الثانوي، لكن الاعدادي ولا الابتدائي ولا اللي بيعملوه دلوقتي في الحضانات والحاجات دي فيش دروس زي كده. رياضه الاطفال بياخدوا دروس. والله ده صحيح، في رياضه الاطفال بياخدوا دروس. وكنت يعني مسخره نفسي ليهم. بيت عيله زي بعضه، لو في النهار اشتغلت ولا حاجه حضانة الصبح، وبعد الظهر بيت العيلة، والمريض اللي بيجيني ده لازم أكله وشربه، لازم يعني الراحة التامة لي. أيوه. لدرجة يعني أولاد سلايفي كانوا يجوني فوق ويقولوا لي يا مرت الأيام دي، أنا نسيت اللي كنت أعمله. الايام دي يجوني يقولوا ده انت كنت تخلينا طرف رجلينا نمشي على طرف رجلينا يا عمي يكون نايم. قلت له طب ما من حقه، ما حرمناش بحاجه من خالص يعني، والحمد لله. وحب بناته وحب عياله، ولا عمره زي ما باقي الاهل كانوا يقولوا لي بنات بنات مش عارف ايه، ولا حسسنيش. بقولت بين البنتين جاني ولد. اتوفى بين البنت الاولانيه بعديها ب6 سنوات. جاني الولد راح مات بعد 6 أيام. مات بعد 6 أيام في مستشفى الجامعي سوهاج. فأدي حاجة تاني، الدراسة وأدي يعني الصدمات. فالحمد لله يعني الواحد قدر يتغلب عن الحاجات دي وما سبش نفسه للزعل ولا لا ما يسبش نفسه بإذن الله. وكملت تعليمي واشتغلت في الحضانة، جاني التربية والتعليم. أيوه. اشتغلت في التربية والتعليم، مذاكرة الدروس للأولاد. بيت عيلة لازم، ما فيش قلت واحدة موظفة تشتغلش ولا خليها تعول لأولادها ولا حاجة، لازم نشتغل في البيت الكبير. وبيتي انا بعد ما تنام الاولاد اشتغل اطبخ واعمل وحط في الثلاجه عشان دلوقتي هيجوا هم. كنت اذاكر لهم يعني الوقت الفاضي اذاكر لهم. البنت الاولانيه خدت بكالوريوس علوم وتربيه
جنوب الوادي، والثانيه اخذت بكالوريوس تربيه رياضيه مع مكتبه الشرف في اسيوط. يا سيدي ما شاء الله. ومقدمه ان شاء الله تاخذ ماجستير بعون الله. طب انا عايز ارجع بسرعه برضه حاجه صفاء كده قبل ما اختم، يقول لي الفقره خلصت، الفقره خلصت، فقره اللي خلصت، عايزين نقعد. ما استثقلتيش الحمل؟ لا ابدا، بل لو قلت لك اني كنت مستمتعه بيه. اه والله بجد، انا كنت شايله مسؤوليه اخواتي كمان. أي. بالاضافه كان مرحوم ابويا يعني كنت مسؤوله عنه برضه. أي. ان انا كنت جنبيهم. وكان هو يعني يعتبرني مش بنته، صديقته. كنت شايله مسؤوليته برضه بجانب عيالي. والدك رحمه الله عليه. واخواتك والعيال. كل اخواتي يعني، حتى لو تسال اي حد يقول لك هي كانت مسؤوله عننا، اي واحده تتعب تيجي عندي في البيت. ما تجيش تقول الحمل تقل عليا. مش لا صدق، مش عارفه ليه يعني، انا بستغرب يعني. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى بيقدر. سبحانه والله. صح. الوقت جري ومش عارفين ندخل الولاد الاستوديو علشان الوقت عمال جري للاسف الشديد، لكن دايما نقول كده ايه، الجايات كتير تبقوا موجودين معانا، نقعد قعده كويس، يمكن في رمضان مره نقعد كده ايه، ناكل لقمه سحور سوا على الهواء. ايه رايكم في الفكره دي؟ تسحروا معانا ولا تستثقلوا المشوار؟ لا ده احنا اكلنا حلو قوي. زي ما يصادف والله ممكن. ويا رب يا رب يا رب يكرمنا كده بسحور لطيف نقعد كلنا كده نتسحر فيه سوا. نورتونا وشرفتونا يا حاجه صفاء يا حاجه سميره، انتوا على راسنا ونورتونا وشرفتونا، وربنا يخليكم اولادكم ويبقوا دايما ثمره طيبه هم وعيالهم واحفادهم كمان، مش بس احفادكم. امين يا رب العالمين. يا رب يخليكم يا رب ويخليهم لكم. امين يا رب العالمين. انا هستاذنكم نقول لكم شكرا، وهقول زملائي الاعزاء احنا جاهزين بالفقره الثانيه وهنروح فاصل. مفيش احسن من كده، انت متخيل تقعد تسمع كل الحاجات دي وانت كنت متصور انك بتعمل حاجه كبيره؟ الواحد فينا ولا بيعمل اي حاجه، امال الحاج صفاء والحاجة سميره يعملوا ايه؟ يا نهار ابيض. الحمد لله. فاصل ونكمل الكلام.